بتمهيد. التمهيد إيش بيقول؟ كل إنسان عنده هاجس شهرة يبغى يشتهر، عنده طريقتين للشهرة، يا يشتهر بحاجة ممكن هو يعملها أو يتصادفه موقف مرة قوي ويخوض الموقف هذا ويشتهر، أو يتجه لناس مشهورين ويعطيهم مبالغ ويشهرونه. نوقف عند النقطة هذه، هذه النقطة اللي أنا بتكلم عنها. أنا اتجهت لمجال الشهرة وأبحرت فيه، عملت فيه دراسة مرة كبيرة، يعني ما كنت إنسانة عادية في الموضوع، درست الموضوع من الألف إلى الياء واتجهت للمشاهير، وأغلبكم شافني في سنابات مشاهير، وبدأت التعامل مع المشاهير عن طريق المنسقين، وشفت العجائب، شفت الدنيا مقلوبة، شفت الحياة غير، شفت ناس غريبين الأطوار. طبعا اللي أنا نزلت في سناباتهم أنا كنا لهم كل الاحترام والتقدير، يعني صفقة بديتها معهم واكتملت بخيرها وبشرها، إيش صار فيها يعني ما يضر، بما أنها صفقة اكتملت. اللي ما نزلت في حساباتهم، تتخيلون أنه في مشهور أتواصلت معه على أساس إعلان وقال لي أنزل لك نص دقيقة 30 ثانية ب35,000 ريال، يعني رقم مبالغ فيه لحد فظيع. طيب أنت يا مشهور، أنت كيف صرت مشهور؟ نحن تابعناك ونحن رفعناك، ترى في مشاهير أعلى منك وأسعارهم مرة حلوة. لنتواصل أتواصلنا معه وقلنا ما في مشكلة، تحاولنا نتواصل بالسعر، لقينا أنه هو حاط هذا المبلغ للحسابات الشخصية. من هم الحسابات الشخصية؟ اللي يتابعوه، اللي رفعوه، اللي هو صار رقم بسببهم. نجي للحالة الثانية. الحالة الأولى ما حولنا لها، ما نبغى المبلغ. الحالة الثانية، بنت مشهورة طلبت 10,000 ريال وقالت نزل 4 مقاطع سناب، قلنا لها ابشري، قالت بس رفع الشاشة ب1,000 ريال. ياهو، رفع الشاشة ب1,000 ريال، طيب ابشري. طيب إعلان إنه ينزل يوم السبت، نبغى كذا، هذا مقطع الفيديو شفتيه؟ أيوة شفته، يلا تفضل المبلغ. حولنا لها المبلغ، وجاء يوم السبت وقعدنا نتواصل معها وقفلت جوالها. تخيلوا، محولين 11,000 وهي قفلت جوالها ونامت، ولا فكرت ولا دورت. اليوم الثاني قالت كنسلنا الإعلان، طب أعطونا فلوسنا بتجيكم. متى؟ انتظري مديرة الأعمال، انتظري يعني إيش شعور الشخص. المهم بعد 12 ساعة رجع المبلغ. للحالة الأخيرة ونقولها على الطائر، طلبت 8,000 ريال وحولنا لها المبلغ، وبنت أصيلة وعزيزة وحبيبة ونحبها وما يجي منها الخطأ أبدا، تقسم بالله العلي العظيم اللي يتابعها يقول ما يجي منها الخطأ. قالت الإعلان ينزل الجمعة، انتظرنا الجمعة ما نزل شيء، قالت الاثنين، قالت جلست أسبوعين، بعد أسبوعين تواصلنا قالت بعد 68 يوم ينزل. 68 يوم؟ فلوسي عندك تنزلين إعلاني بعد 68 يوم؟ تمرمطيني وتبهذليني وتسوين فيه هذا كله؟ طب أنا ما عندي وقت، أنا ما عندي التزامات، أنا ما عندي حياة، أجلس ماسك الجوال وأناظرك. المهم هذا كله يدور على إيش؟ لما يجي للشخص مقطع ناجح متأكد أن المقطع هذا راح يجيله متابعين من عنده، ما يعلنه حتى لو أخذ المبلغ، لو تعطيه دبل. لو إعلانك فاشل بيعلنه.